السلام عليكم ورحمة الله وبركاته البنات، كديري لبس عليكم. تمنى إن شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير، ويلقاكم إن شاء الله هذا الفيديو صحة جيدة. كما كتشوفوا هنا اليوم أنا خارجة عند الوالدة والواليد، جبنا هنا الدراري شوية يلعبوا. كما كتشوفوا هنا هذه الطبيعة تبارك الله ما شاء الله غزالة، وشحال من مرة راني كدرت لكم نيت هنا فيديو كنقول لي البنات تبارك الله ما شاء الله على هذه البلاصة عندكم غزالة. وخا اليوم البنات الجو خايب خايب خايب، يعني كاين البرد القس، يعني ما تقدريش تبقاي جالسة برا. المهم هنا كما كتشوفوا خويا راه شعل العافية، بغينا نبداو ان شاء الله شوية ديال الشوا، درنا شوية ديال البولفاف وهذا الشيء اللي كاين. وهانتوما معايا البنات، المهم هذا الفيديو اليوم راه غير درت لكم بعض اللقطات من هنا ومن هنا، وقبلوا عليا ونتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو هذا، وما تبخلوش عليا بلي لايك الا عجبكم، وما عجبكم ديروا ديزلايك، المهم اللي عجبكم ديروا. هنا البنات كما كتشوفوا الوالده مسكينه راه جالسه كدير لنا في بولفاف المرقد، ماشي بولفاف اللي كيتلف يعني بالشحمه، بحكم يعني ما عندناش ما كايناش الشحمه اللي كتلف، صعيب باش تلقايها عند الجزار. المهم غادي دير لينا غير هذا هكا يعني بالثومه والبصله والعطريه، كدير فيه الثومه والبصله والعطريه والكزبر وشويه ديال الزيت هكا صافي، وكنشوي ديريكت. ماشي هذاك الاخر اللي كت يعني كتشم شي حتى كتشم شي شويه فوق الـ فوق الـ فوق الـ العافيه هكا، كتشم شي شويه القلب وهذا، وعاد من بعد كتلف. لا هذا كي كديروا هكا مرقد، يعني كدير فيه العطريه وكنديروا ديريكت المشاوه وكنشوي، ما عرفتش واش نتوما كديروا نفس الطريقه ولا لا. وهذا الشيء اللي كاين البنات، المهم نتوما معايا في هذا الفيديو، نتمنى كما قلت لكم يعجبكم. Shut up.